تم عقد مؤتمر مشترك من قبل قيادة شرطة صلاح الدين ومن قبل بإشراف المحافظة برعاية وزارة الداخلية وبحضور رئيس محكمة الاستئناف والقضاء العراقي وحضور وزارة التربية وزارة ممثلين من جامعة تكريت عن وزارة التعليم العالي وكذلك ممثلين من مختلف منظمات المجتمع المدني وشيوخ العشائر وطبقات المثقفة في المجتمع من أجل اتخاذ التدابير الوقائية ونشر الوعي الأمني والوقائي ضد جريمة الاتجار بالبشر واستهداف الإنسان في هذه المحافظة من قبل مافيات المخدرات ومافيات الخاصة بالاتجار بالبشر وترويج موضوع التسول والذي مرتكزاته الأساسية هي استهداف الإنسان في هذه المحافظة واستهداف الإنسان في البلد. وتم وضع برامج معينة وإجراءات لمكافحة هذه الجريمة وتحصين الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة إن شاء الله ضمن برنامج موسع ومتسلسل يتمثل بعقد الندوات وتطوير الإجراءات القانونية وتطوير أيضا تفعيل التوجهات أو عمل العشائر وإلقاء المحاضرات بالجامعة ونشر الوعي الوقائي من خلال محاضرات في الجامعات وفي